يستحق أن يعود جثمانه لأهله، أن يعود جثمانه إلى أهله ليكرموا مثواه، ليتم دفنه وفق الشريعة الإسلامية. إن رحيل الأخ والصديق المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا. In the history of the nation, 74 million. عم نطالب بترسيم الحدود، ترسيم الحدود البرية، لأنه العدو الإسرائيلي مقتطع أجزاء كبيرة من هذا الموضوع.